بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي بيان رئاسة الجمهورية المتضمن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة طبقا لأحكام المواد 91 103 104 و105 من الدستور، وباقتراح من السيد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن، عين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 21281 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1442 هجرية، الموافق للسابعة جويلية 2021، أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم: الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد لبيقة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، وزير الصناعة أحمد زغدار، وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وزير الاتصال عمار بالحيمر، وزير الأشغال العمومية كمال نصري، وزير النقل عيسى بكاي، وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسمين حمادي، وزير الصحة عبد الرحمن بابوزيد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن الحفاية، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار، وزيرة البيئة سامية مولفي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية
هشام سفيان صلواتشي، وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، الأمين العام للحكومة يحيى بخاري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.